فيما يخص قارورة الغاز، فيما يخص قارورة الغاز، كنا نشرنا صفحة فيسبوك اللي بعثناها للمواطنين تاع الولاية على الخصوص، وفيها أرقام الهواتف تاع مؤسسة نفتال، نطلبوا فيها لسكان البوليدة، لإخواننا في ولاية البوليدة، أنهم إذا كان هناك طلب يتصلوا بهذه الأرقام، والنفتال هي اللي تقوم بتوزيع القارورة إلى صاحبها في البيت. درنا دي بورت ا بورت. لماذا؟ أولا حفاظا على سلامة المواطنين وكذا حتى عمال النفتال، وراح القارورة توصل واحتراما للتعليمات الوقائية المنصوص عليها. ثانيا باش توصل القارورة للزبون بالسعر المحدد من قبل الدولة وهو 200 دينار جزائري، هذا راحين نغلق الطريق أمام الناس الانتهازيين اللي ممكن يزيدوا في السعر تاع القارورة تاع الغاز.